حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الملعب، كل التحايا من فريق العمل مني أنا شخصيا بندر الشهري، أهلا بكل الآراء من خلال هاشتاغ البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. حلقة جديدة وموضوعات مستجدة، اليوم اختتمت دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، الاتحاد فاز والنصر خسر وكلاهما رافق الأهلي إلى خارج دوري أبطال آسيا. الهلال الفريق السعودي الوحيد الذي يتواجد في دور المجموعات لأول مرة تحدث منذ إقرار دور الـ16 من بداية عام 2009 بالتأكيد. حينما ننظر لهذه المعادلة فإن هناك خلل وخلل كبير، لكن السؤال المهم أين الخلل؟ سوف أطرح هذا السؤال على ضيوفي في برنامج ملعب بمشيئة الله بعد استعراض العناوين. الاتحاد رغم الفوز يودع بصمت، والنصر في لقاء بلا حسابات يخسر. عضو شرف هلالي للملعب، الرئيس لن يرحل. والاتفاق ينهي التعاقد مع لاعب المجزء. هذه أبرز عناوين حلقتنا لهذا اليوم، بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات الأخرى. أرحب بضيفي برنامج ملعب الأستاذ طارق بن طالب الناقد الرياضي المعروف، حياك الله أبو فارس. أهلا وسهلا فيك، وأنا سعيد برؤيتك مرة ثانية أنت والأخوة المشاهدين. الله حييك. أيضا أرحب بالدكتور مدني رحيمي من جدة عبر الأقمار الصناعية الناقد الرياضي الشهير، حياك الله يا دكتور. دكتور تسمعني؟ طيب يبدو أن هناك مشكلة فنية، برجع لها إن شاء الله الدكتور وأناقش معه. خليني أبدأ معك أبو فارس. طبعا اليوم تابعنا دوري أبطال آسيا وعندنا تقرير خاص عن نادي الاتحاد وتقرير أيضا خاص عن نادي النصر، لكن كتمهيد كنتيجة الآن فقط فريق سعودي وحيد في دور الـ16، على ماذا يدل؟ أين الخلل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء إحنا نعاني من مشكلة هيكلية في الكرة السعودية، إعادة الكرة السعودية تحتاج إلى إعادة هيكلة بالكامل. إحنا نفتقد المواهب ونفتقد الاختيار السليم في اللاعب الأجنبي، يعني أغلب الفرق اللي تلعب يعني تعتبر أن يعني لاعب أو لاعبين مؤثرين والباقي كلهم كمالة عدد. ما أدري هل يعني إحنا قاعدين نشوف مستويات الفرق اللي تقدم أمامنا، هل نحن تأخرنا أم هم تقدموا؟ اللي قاعدين نلاحظه في أساسيات كثيرة في اللاعب السعودي غير موجودة، نراها غير موجودة. هل هو المشكلة الاحتراف؟ هل هو شيء آخر؟ أعتقد أنه يجب إعادة النظر في هيكلية الكرة السعودية، لأن الكرة السعودية في على مستوى مثلاً بطولة أبطال آسيا إحنا الآن 11 سنة نتأهل دور المجموعات، دور الثمانية، دور الأربعة، وفي النهاية نخسر. طيب والبطولات العبرة في النهايات. التاريخ لا يسجل من يحقق البطولة. من يحقق البطولة. طيب الآن تواجد فريق سعودي وحيد في دور الـ16، هل ترى بأنه أمر طبيعي، ظاهرة طبيعية، ولا إحنا في كرة القدم السعودية سقفنا أكبر وطموحاتنا أكبر، وخلينا أقول لك يعني طموحاتنا ورغباتنا تختلف عن الأندية الأخرى. إحنا طموحاتنا، أنا أتكلم عن الأندية السعودية. أي طموحاتنا فوق مستوانا. طيب طموحاتنا فوق مستوانا، بس هل إحنا تعودنا على مستوى معين أن الأندية السعودية كلها تتأهل تصل إلى مراحل متقدمة في البطولة، ولا أمر طبيعي أن ثلاثة أندية سعودية تغادر؟ يعني بنسبة 75% من المشاركين في آسيا و 25% فقط اللي يتبقى لنا في دوري أبطال آسيا. يعني أعتقد شوف أنا من وجهة نظري أن الكرة السعودية لا تستحق سوى مقعدين في البطولة الآسيوية. يعني أربع مقاعد كثيرة علينا؟ كثيرة علينا، أنا أعتقد أنها كثيرة علينا. عطفاً على ماذا؟ عطفاً على المستويات اللي قدمناها طوال 11 سنة. مأساة. من حقق بطولة؟ مأساة. الكرة السعودية تعاني من مشكلة هيكلية يجب أن تداركها، وأنا في اعتقادي وأقولها بصراحة السبب هو الاحتراف
الصوري اللي قاعدين نعيشه. طب وش الحل؟ يعني نلغي الاحتراف؟ إعادة عصر الهواة؟ أنا أتكلم يعني أنا ما أقدر أعطيه حلول، لكن يجب أن يكون هناك ورش عمل، يجب أن لا نبالغ في أحلامنا، يجب أن نعيش الواقعية المطلوبة. في كرة القدم السعودية احنا لم نعد كما كنا، لا نقعد نتكلم في التاريخ كنا أبطال آسيا وكنا كذا وكنا كذا وكنا كذا، الكلام قبل 30 سنة. بس هذا ماضينا جميل يا أبو فارس، ماضينا جميل ما نقدر يعني ننسخ منه. نمسك الألبوم ونتفرج على ماضينا الجميل ونشوف ما شاء الله سوى فلان كذا، الأسماء الرنانة. لكن الآن، الآن ما عندنا نجم يقدر يشيل فريق، نجم سعودي يقدر يشيل فريق، لا يوجد، وعليك الحساب. خليني ارحب مجددا بالدكتور مدني رحيمي من جدة، الناقد الرياضي المعروف، حياك الله دكتور، مساء الخير. ايضا لا زال الدكتور لا يسمعني. انا سامعك بس انت انا دكتور تسمعني؟ سامعك انا. حياك الله دكتور، اهلا بك. ان شاء الله سمعت حديثي انا ابو فارس قبل شوي. سمعت الحديث. طيب ارفعوا لنا الصوت في الاستوديو يا شباب. دكتور خليني اسالك نفس السؤال، تواجد فريق سعودي وحيد في دوري 16 لدوري ابطال اسيا على ماذا يدل بالنسبه لك كمتابع وخبير رياضي؟ اولا شوف، لما انت تقول لي السعوديه بتقلها لا يعني انه السعوديه دائما ابدا حتكون هي تلعب على المنصات لوحدها. لا معنى انك انت بس، انت لك تاريخ، والتاريخ احيانا احنا شفنا البرازيل بجلاله قدرها ولادي جلس 24 سنه ما تحضر كاس عالم، يعني ما تحصل كاس العالم في 94 حصل. هذه أمور كثيرة بتحصل، لكن أنت لا تستطيع أن تبني الفرق دائما نفس النوعية، وأن هذا مهما تكون عندك خلل حاصل دائما. الحاصل عندك الخلل أنك أنت إدارات الأندية اللي كانت تعيش على مئات الألوف الآن تبغى مئات الملايين، ولا في مصدر حقيقي للأندية. الأندية اللي زي ما تقدر تعتمد على ذاتها من جماهيرها بالاشتراكات البطاقات العضوية ده ما لها قيمة. مين يقدر يعطيك الحين الأندية اللي تبغى 200 و300 مليون عشان توصل وتقول لي آسيا ولا تبغى بطولاتها؟ يبغى لك صرف من القاعدة حتى تطلع اللعيبة، وغير اللعيبة الأجانب اللي تجيبهم ونوعية المدربين. الدليل أنك أنت في فكر، أقول لك فقر فكري في الأندية ومالي. أنت لما تقول أنا ما عندي مال، أنت بتغيروا 3-4 مدربين في السنة. هذا فقر فكري. انت بس اي واحد ينهزم الفريق شنو المدرب؟ طيب انت شوف نوعيه اللعيبه اللي عندك، لعيبه ولا ما عندك؟ شوف المدرب بيشتغل صح ولا ما بيشتغل صح؟ انت جبت المدرب على اي اساس اصلا؟ ففي يعني خلل كبير في الكره السعوديه، خلينا نقول لك بسبب ايضا انا بقول لك كل من هب ودب يستطيع ان يدخل الى الساحه الرياضيه السعوديه. كل الدنيا في اعلام، في غير اعلام، وفي الانديه وفي رئاسات الانديه وفي وكلها عاديه سر. ايش النتائج اللي انت بتحصلها الان؟ اما انه السعوديه احنا كنا نتوقع 4 فرق، نعم وليس كثير علينا 4 فرق. انت 4 فرق ما اخذتها يعني دفعت فلوس، اخذتها بمجهودك الفني وحضورك سواء اسيا كمنتخب او بالنسبه لفرقك. انت من اكثر الفرق بالنسبه لي اسيا، خلينا نقول وخلينا اقول لك الخليج ولا غيره، انت نعم. توصل لنهائيات كاس اسيا، انت اكثر فريق او اكثر دول بتوصل لاسيا. احنا بنوصل لدوري الاربع، احنا يعني السنه اللي فاتت قبل كان الهلال واصل للنهائي. طيب لنهائي. دكتور استاذ طارق قبل شوي يقول طموحاتنا كبيره، هل بالفعل تتفق معه بان طموحاتنا اكبر من واقعنا؟ الطموحات عاليه، لكن انت واحد شيء، الطموحات مو نوج اماني، عمل يبغى له عشان احقق الطموحات هذه. انا اديني فكر كروي في الانديه عشان اقول لك في نتائج حتصير. كله وعود وكله كلام فاضي وفي الاخير ما في عندك ولا شيء، ولا تخطيط لماذا تريد وماذا ما تريد. يعني انت لما تيجي تقول، خلينا اتكلم بكل صراحه، الاربع الفرق فنيا انا اتكلم، وانا اضعف فريق بالنسبه لنوعيه اللعيبه هو نادي الاتحاد. فنيا انا بتكلم بصراحه. طيب فين النصر اللي هو بطل الدوري سنتين صح؟ انت نادي النصر بطل دوري سنتين والسنه بعيد، ما عندك، كان لازم اسيا تعمل عليها انك تكون تخش فيها، لازم تخش في اسيا للنهائي. طيب والاهلي بطل الدوري، ما بقول لك جيت الاهلي، انت الان انت ما قدرت توازن كيفيه تلعب اللعبه صح.
احنا يقول لك لا لا يا اخي كل الانديه في كل العالم كل عندها بطولات هذه، المهم اعرف كيفيه اوازي بين البطولات في بطوله. بس الاهلاويين كانوا مصرحين فيها من البدايه يا دكتور. يا لو مصرحين في البدايه كانوا يقولون ان احنا تركيزنا فقط على الدوري الباقي ما يهمنا. واحنا قلنا كلام ده، بس انت عندك الامكانيه تكون احسن من كده، انت عندك الامكانيه احسن كده. انت اليوم انت طلعت الان يا نادي الاهلي بتسعى نقاط ولا لا من البطوله؟ نعم. طيب انت كنت لو كسبت مباراه واحده كنت انت واحد يا الاول الثاني. طيب ما يحسب للاهلاويين يا دكتور انهم حددوا هدفهم وتحقق لهم الهدف، بينما غيرهم مثل ما قلت يعمل بشكل عشوائي بدون اي هدف. خلينا قلت ايش انا قلت لك، قلت لك الامكانيات المتواجده، النادي الاهلي امكانياته الفنيه من اعلى الفرق الان وهذا الموسم بالذات. عندك امكانيات تستطيع ان تلعب، ما قلت لك العب على جبهات محدده، الدوري مطمحك وقلنا نعم الاهلي مطمح الدوري، جاتك الصوره انت ما في الصوره الثانيه الاقرب ممكن تاخذها. الاهلي السنه ما قابل فرق ايرانيه، كان كله بيلعب هو واضح طريقته. نعم. فكان يقدر يركز على انك انت تستطيع ان تكون الاول للثاني في مجموعتك، عشان ما لانه في عندك بطوله الدوري ثم بطوله اسيا، هذه اكبر بطولتين بالذات قاريه لما تكون انت قاريه، وانت يا اهلي وصلت لنهائي اسيا، فيعني التاريخ لازم يعني انت ما تكون بطل ما اجي في يوم ما انا اطلع من بدري، وهذا البطل. نعم. استمراريه هذه انا بقول البطولات او نحن زي ما قال الاستاذ طارق في عندنا طموح، بس الطموح يبغى له عمل جاد وفكر كروي عالي واستمراريه كيف تبدأ. الاهلي عنده الامكانيات هذه، النصر كان يقدر يعمل امكانيات انه هو الان واصل نهائي كاس الملك وانه يكون في اسيا متواجد. انت من بدايه الدوري انت بعيد عن الدوري، كنت المفروض تركيزك على اسيا كليه، هذا الفرق. نعم. نادي الاتحاد انا اقول لك انا اتمنى هذه انه يكون، لكن الاتحاد على حسب ما عندهم لعيبه، والاتحاد اخطاء فنيه في نادي الاتحاد. نعم. هي بنتكلم يا دكتور عن الاتحاد اذا سمحت لي، عندنا تقرير خاص ان شاء الله بعد قليل بنستعرضه عن الاتحاد. ممكن التعليق بسيط، الكره السعوديه تعاني 5 أزمات رئيسيه او 4 أزمات رئيسيه يجب ان معالجتها حتى نتقدم. انا ما نقول حتى نستمر زي ما احنا، نتقدم. واحد، الأولى أزمة استراتيجيات، ما عندنا استراتيجية معينة نتبعها لي على أضعف الإيمان لثلاث أو أربع أو خمس سنوات، المدى القصير. طيب ثاني شيء عندنا أزمة إدارة، قاعدين نشوف إدارات الأندية تتخبط في موارد الأندية، في قراراتها، في استقطابها للمدربين، في استقطابها للاعبين، في قرارات عشوائية ارتجالية، دائما أصحاب ردود أفعال وليسوا أصحاب أفعال، دائما نصلح. الأزمة مالية، أزمة مالية بسبب الفكر الإداري الموجود وبسبب غياب الرقابة من اتحاد كرة القدم ومن الرئاسة العامة لرعاية الشباب. أزمة تحكيم وأزمة ثقة. ثقة في من؟ في الشارع الرياضي؟ الشارع الرياضي ما يثق في المسؤولين الأندية ولا مسؤولين اتحاد كرة القدم للأمور السابقة اللي ذكرتها. قاعدين نشوف ما في استراتيجيات، تخبط، مدرب منتخب يكون متواجد برا، اختراعات جديدة بنخترع في كرة القدم السعودية، نظام اللي هو التجربة والنجاح والتجربة، جرب كذا وننجح. ما في أعطيني نادي يقول لك أوكي أنا رئيس نادي وعندي خطة للسنوات الأربع القادمة، إيش راح أسوي في النادي، وين أنا، وين بوصل، وكيف بوصل، مش موجود. طيب عندنا تقرير عن لقاء الاتحاد آسيويين أمام سبها، نتابع التقرير. ملعب السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط، بدأ الاتحاد الشوط الأول بالضغط على سبهل، وبعد عدة محاولات يأتي الهدف الأول عن طريق لاعبي سان مارتن. وفي الشوط الثاني أكمل الاتحاد سيطرته على المباراة ليحرز الهدف الثاني عن طريق اللاعب أحمد الناظري، ليطلق بعدها الحكم صافرته بنهاية المباراة. لكن رغم فوز الاتحاد إلا أنه لم يكمل فرحته بالتأهل ليودع دور أبطال آسيا. دكتور، مغادرة الاتحاد من آسيا أمر متوقع بالنسبة لك؟
متوقع يعني مع احترامي اقول لك متوقع، بس مجموعه الاتحاد ما هي قويه. بس انا في تخبطات حصلت في نادي الاتحاد، اخطاء فرديه في الفريق، عدم التكتيك او التنظيم الدفاعي العالي في النادي من ناحيه، انت في اخر لحظات انت خارج في اوزبكستان تعادل معاك في وانت متقدم وحصل على اخر الوقت خطا برضو من احد اللاعبين ضربه جزاء تعادل الاتحاد خسر ايضا من النصر الاماراتي في جده، كانت واحده من الكوارث اللي انك بعدت الاتحاد. لو كنت متعادل كنت اليوم انت في مباراه يعني اوزبكستان في السعوديه لو فزت كنت انت الان في تصارع الاول والثاني، ما تصارع على التالي او يعني تخش بالقوه كنت بالاساس. فالاتحاد كان في عنده خلل فني من مدربه وبعض نوعيه اللاعبين المتواجدين. انا ما قالوا استاذ طارق، ابغى بس اضيف عليه كلامه جيد جدا. انا اؤمن انه الادارات السعوديه في الانديه السعوديه لا تفقه ما بين النادي والاداره وفوز الفريق، كلها مخلطة عليهم، ويحسبوا رئيس النادي مسؤول عن الفريق لما ينهزم، وهذه مشكلتنا في الساحة الرياضية من الإعلام ومن الجمهور، وسببها الرؤساء. رئيس النادي يبغى يرافق الفريق في كل شيء، حتى شراب اللعيبة هو يختاره، هذا أكبر غلط. العالم تصورت بده، رؤساء الأندية إلا يبغوا يسعوا على البنش، ما في غير عندنا في السعودية. في الخليج اللي حوالينا ما حد يسعى على البنش. كل الامور يا اخي اداره النادي، وهذا نحن فكر بنقول ان شاء الله بنقول ربنا لاداره الاتحاد القادمه، اداره النادي غير مسؤوله عن نتائج الالعاب، اداره النادي مسؤوله عن وضع الميزانيه المطلوبه للالعاب الرياضيه في النادي والسياسه العامه حقت النادي. طيب من اللي يدير النادي؟ عندك كل العالم، مين قال لك انت عمرك شفت رئيس برشلونه ولا ريال مدريد ولا ينزل على البنش ولا يخش في دول الامور؟ ولا حتى نعرفهم بعد. ولا تعرفهم، اذا انت هنا معناه عندك ما عندك فكر. بقول لك طيب انت الان تقول ان الاداره هي اللي تضع الميزانيه والامور الماليه وما الى ذلك، طيب من اللي ينفذ؟ عندك ادارات، عندك من العقل المدبر للنادي للكيان ككل اذا كان الاداره فقط تضع ممكن الميزانيه؟ الداخل قلت لك انت لك سياسه النادي، ايش سياسه النادي؟ وبعدين عندك الموارد الماليه لكل لعبه ماذا تحتاج وفريق، واختار نعم. اللعيبه ما هم رئيس النادي اللي اختار اللعيبه، عندك جهاز فني بالمدرب يحاسب على الاخطاء والخسارات مو رئيس النادي. طب رئيس النادي بس مسؤول عن كره القدم، ليه ما يسال على السله؟ ليه؟ عشان كده فقدنا اشياء كثيره، المفروض انت مسؤول على النادي ككل. احنا عندنا رئيس النادي الكل في بس الكل بس كره قدم كل شيء. طيب وهذا غلط. طيب خلينا ناخذ راي ابو فارس بحكم انه عمل في نادي النصر لك. عشان كده انت تقول شيلوا الرئيس الاداره، هذا مو صح. طيب خلينا نشوف راي ابو فارس دكتور. تفضل. انا بالنسبه لي رئيس النادي هو الكل بالكل، كل الأندية في غالبية الأندية. يعني هذا الصح؟ لا مو صح الدكتور. أنت خطأ. عندك مجلس إدارة عشرة أو 11 أو 12 ما أدري كم العدد المسموح فيه. موجود فيه عدد من الشخصيات مهمتهم فقط الحصول على تذاكر منصة لحضور المباريات، هذا دورهم. حتى اجتماعات مجالس إدارة تقام بالتمرير ولا يوجد. فأنا أشوف أنه رئيس النادي ما دام هو نختار العمل بهذه الطريقة يتحمل كل ما يحصل في النادي، إذا كان هو يختار المدرب بدون معاونة أحد. أنا أتكلم في جل الأندية. نعم. بعض الأندية ممكن تكون بطريقة ثانية. يختار اللاعبين الأجانب ثم يختار المدرب ثم يفرض على المدرب الطريقة وفي بعض الأحيان التشكيلة ويحمل النادي ديون ما لا طاقة للنادي به، بالتالي هو المسؤول الأول عند الخسارة. لأن المدرب إذا أنت أطلقته سميته المدير الفني خلاص أنت تقول المدرب هو يختار اللاعبين أجانب، هو يختار الصفقات المحلية، هو يتحمل كامل المسؤولية الفنية. رئيس النادي ساعتها يقول أنا أعطيت المدرب الخيط والمخيط فيما يتعلق في كرة القدم، وأنا مهمتي راح أتوجه للعبة ثانية والثالثة ورابعة. هذا ما يحصل عندنا. إذا حصل عندنا هذا سنبدأ بالتطور. هذا يعني من واقع خبرة ومن واقع ما أراه الآن. طيب
دكتور، عشان بس نربط هذا الموضوع بالاتحاد، طالما أننا قبل شوي كنا نتكلم عن الاتحاد ولا خروجه من دوري أبطال آسيا، البعض يقول بأن الاتحاد خبير آسيويا في هذا الموسم، خانته الخبرة، السنوات الطويلة اللي شارك فيها الاتحاد في دوري أبطال آسيا لم تساعد الاتحاد في هذا الموسم. هل هذا يدل على أن هناك مشاكل كبيرة وكبيرة جدا؟ على سبيل المثال اليوم الكابتن فهد المولد بعد نهاية المباراة، ما أدري دكتور إذا سمعت تصريحه ولا لا، قال عندنا مشاكل كثيرة، مشاكل في الإدارة ومشاكل في اللاعبين ومشاكل داخلية داخل الفريق يقوله، ويقول الجميع يعرف بهذه المشاكل. هذا تصريح لاعب مسؤول موجود داخل الفريق، على ماذا يدل؟ أول أنا سمعت هذا الكلام، بس أتمنى أنه الكابتن فهد، وهذه مشكلتنا في المجتمع السعودي، يقول لك هناك مشاكل هناك تدخلات. طيب يا أخي، وما أبغى أقول، طيب أنت ليش قلت من الأساس؟ يعني يا تكمل القصة كلها يا تسكت، أما تقول لي والله في مشاكل، إحنا نسمع أنه في مشاكل، بس أنت في داخل جوك لاعب وتكلم قولها إيش المشاكل ولا تسكت. لا تجي تقول لي في تدخلات خارج، طيب قول مين هي التدخلات ولا تسكت. لا تعطيني نص الكلام والنصف الآخر، لا، يا تكون شجاع وتتكلم صح وتقول فعلا في كيت وكيت عندي مشاكل. يقول هو قالك بمعنى، قال إحنا أخطأنا والإدارة أخطأت. إحنا على حسب التصريح كلنا أجمعنا على هذا، إنه الإدارة اللي وصلت اللعيبة إنه يخطوا، هذا كلام. لكن قول لي إيش الأخطاء الثانية، تقول جوة الفريق قولها ولا تسكت. هذا بالنسبة لنحن الناس اللي يقول لك الخبرة. الخبرة تتوارث، إذا ما عندك أنت تلعب، لما تقول لي طيب المنتخب السعودي عنده خبرة آسيا، نعم، بيخسر الآن ليه آسيا؟ لأنه في بعض الأجيال اللي بتلعب الآن عمرها ما لعبت آسيا. أغلب لعيبة الاتحاد اللي لعبوا الآن في هذه البطولة بعضهم ما لعبوا آسيا ولا لعبوا آسيا، صح ولا لا؟ نعم. طب هو ما يعرف الملعب ده ولا يعرفه بتاريخ الاتحاد، أوكي، لكن التاريخ ما يلعب في الملعب، التاريخ يحفظ. لكن عندك إذا كانت يعني الأجيال يعني بيلعب جيله فيه وبيجي جيل تاني وما راه يتكلم، هذه بتقولك الخبرة متواجدة في لعيبة وفي جميل جميل. هذا الفرق بالنسبة الفريق الحالي يا دكتور، الفريق الاتحادي الحالي بعناصر الحالية غير قادر على المنافسة سواء محليا أو خارجيا. وما هو منافس، بس أنت لا تطلبني ببطولة، أنت عندك خلل. خلينا ننسى نادي الاتحاد مشكلته فيه، علني نادي الاتحاد ما عنده أظهرة يشيله فريق، يعني مشكلة فنية، فنية بحتة. ما أنا بقول لك إيه، عندك خط وسط دفاعي يحتاج لك، وعندك صانع لعب مع راس حربة هداه. نعم. ريفاز بدأ هذه الآن له فترة ما سجل، بعدين أنت أيضا نادي الاتحاد ما أتكلم عليه، ما عندك البديل. زي ما قلت لك، لما يكون لاعب بيلعب وينزل الثاني لما يدخلش الفرق بينهم، يعني إذا داك 90 ده 85، مو تقول لي والله فرق شاسع ولا يقدر، البديل يقدر يغطي. يعني خليني بقول الأهلي عنده هذه النوعية من اللعيبة، النصر ترى عنده لعيبة، نعم عنده لعيبة. الخلل اللي حاصل الآن كما سمعنا قبل مباراة الاتحاد اللي فاز فيها النصر، إنه في صراع ما بين بعض اللعيبة السعوديين والأجانب، هذا كلام اللي سمعناه. وشفت اليوم اللعيبة الأجانب لعبوا قبل النصر. يا دكتور خلنا في الاتحاد. لا بقول لك، طيب عشان بس نقفل موضوع الاتحاد. طيب. أنا الآن لو أخيرك بين ثلاثة أضلاع، الإدارة، الجهاز الفني، اللاعبين، من المتسبب الأكبر فيما يتعرض له الاتحاد هذا الموسم سواء محليا أو آسيويا؟ لا تقول لي كلها دكتور، أنا أبغاك تختار لي المتسبب الأكبر. أنا أقول لك طيب عشان يكون نعم، الثلاثة الأضلاع هذا وأولهم الإدارة. الإدارة؟ نعم. طيب أنا اليوم أشوف، أنا طبعا سألتك هذا السؤال دكتور بحكم أنك قريب ومطلع على الشأن الاتحادي. اليوم قبل بعد نهاية مباراة الاتحاد، الإعلامي القدير الأستاذ محمد البكيري الناقد الرياضي الشهير غرد على حسابه في تويتر، أنا قرأته شخصيا، اتهم بعض اللاعبين في الاتحاد بعادات سلبية سيئة. على سبيل المثال يقول أن هناك البعض يأتي إلى التدريبات وهو تحت تأثير تعاطي الكحول، هل هذا بالفعل يعني مشكلة حقيقية ونحن لا نحاول أن نكشف عنها أو لا نسلط الضوء؟ يتكلم هو يقول حتى أنا أعي ما أقول، يعني الرجال واثق من كلامه اللي قاعد يقوله.
بالنسبه لبعض لاعبين الاتحاد. بعض اللعيبه. نعم هو قال بعض اللاعبين. طيب نسال الاستاذ محمد البكيري، والمفروض انه لعيبه الاتحاد يدافعوا عن نفسهم ويقيموا دعوه. على الاستاذ محمد البكيري انت ادعيتهم انهم هم لعيبه يسكروا بالضبط الكحول. صح ولا لا؟ عشان نكون واضحين واحنا على تلفزيون سعودي. نعم. نعم انت اتهمت لعيبه الاتحاد بانهم يتعاطوا الخمور. اول شيء يبغى يثبت هذه وبعدين اللعيبه ياخذ حقهم. طيب لما انا عندي لعيبه بيسكروا بيجوا في النادي، مسؤوليه مين؟ الجمهور ولا اعضاء الشرف ولا الاداره؟ الاداره. طيب اذا هذه واحده من قلت لك كل الامور اللعيبه فيهم خطا، المدرب فيه خطا، بس العمليه الاداره الكبرى. هو ما القى اللوم على الاداره، هو قاعد الان يعاتب يهاجم اللاعبين، يقول انهم هم السبب اللي يتعرض للاتحاد. لانه ما يبغى يهاجم الاداره ولا يقول على الاداره شيء. الاداره 100% ممتازه في عين الاستاذ محمد البكيري. ها؟ 100% ممتازه، لكن الغلط كله في اللعيبه وفي الهاجم. احنا ما قلنا انه اللعيبه كلهم نجوم قوي، لكن في اخطاء. بس السبب اللي يخلي اللاعب يخطي ومفلوت لمؤاخذه كما بيصرح يقول الاستاذ محمد، سبب الاداره. من اداره كره الى اداره اولى. يعني انت كرئيس، عشان كده لما انا يعني كرئيس نادي انزل اجيب المسؤولين عن الفريق ايش اللي حاصل. طيب انت اليوم سمعت الكلام ده، بكره في تحقيق في نادي الاتحاد المفروض. طيب واضحه. استاذ طارق، هل من المنصف ان على كل اداره تلاحق اللاعبين في عاداتهم وسلوكياتهم حتى خارج النادي؟ هل هذا دوري انا كرئيس النادي او كاداره؟ لا. أم أنها ثقافة مجتمع، ثقافة لاعبين؟ إذا كنت أنت في مدرسة إيه، لكن أنت قاعد في منظومة احتراف. طيب أنا كيف أنا ممكن أسوي كنترول على هؤلاء اللاعبين؟ عن طريق يعني أنت تراقب أداؤه كيف. إحنا عندنا مشكلة، اللاعب يوقع عقد وراتبه أخذه بأي طريقة كانت، ما أخذ راتبه مستحق راتبه سواء مثل فريق أساسي، سواء في الدكة، سواء قاعد في قائمة الثمنتعش أو في المعسكر أو يتدرب في الأولمبي، بياخذ راتبه. ما في عندك يعني في عقود اللاعبين اي شيء يعطيك الحق انك تعاقب اللاعب اذا كان يجي يحضر للتمرين ويطلع من التمرين. كيفيه ادائه ما هي مربوطه بعقده، هذه اول مشكله. نعم. احنا نتكلم بشكل عام، احنا دائما من المسؤول؟ اللاعب، الاداره، المدرب. انا دائما اقول يا اخوي بندر ولا يهون الدكتور ان كره القدم منظومه متكامله، حلقه متكامله. تتكون من أعضاء شرف، إدارة، جهاز فني، لاعبين، جماهير. إذا اكتملت أضلاع هذه الحلقة بتناغم وبتفاهم يأتيك النجاح. وأعطيك مثال، نادي التعاون إذا اختل أي طرف في المنظومة يختل أداء الفريق تماما. وهذا إذا ما نفكر بهالطريقة، دائما نلقي اللوم على أحد الأطراف، اللوم يلقى على المنظومة المتكاملة أو الحلقة المتكاملة أو الدائرة الخماسية. بس أنا اللي أبغى أوصل له أبو فارس أنه مستحيل، من الصعب جدا أنك تضع كنترول رقابة على اللاعبين، خاصة الآن في ظل التطور، في ظل الاحتراف. في ظل الاحتراف أنت مش مسؤول عن اللاعب. اللاعب موقع عقد له واجباته وحقوقه يعرفها جيدا. لكن انت مسؤوليتك في ايش؟ في انك ربط هذه السلوكيات بادائه وبالتالي بعقده. وممكن تقيم، ممكن تقيم اداؤه. اللي يقيم اداء اللاعب وجوده في قائمه الاساسي، وجوده في قائمه ال 18، او وجوده في ضمن البدلاء المحتملين في اي مباراه. هذا عندنا مو موجود. اللاعب خلاص ما دام وقعت عقد اخذ 500,000 ريال بالسنه، اجي العصر، اجي ان شاء الله قايم من النوم تو، وأقعد ساعتين أو ساعتين لربع أو ساعة ونص وأطلع بعدها، خلاص ما حد يقدر يمس راتبي. طيب هل هذا الكلام ينطبق أيضا على النصر اللي على كل أيضا أنا هو الآخر اللي مغادر؟ أنا أتكلم على كل الأندية، ما نستثني أحدا. طيب كل الأندية عندها مشاكلها الداخلية، ولو نعرف ما يخفى كان شفنا البلاوي. شفت اليوم مباراة النصر أبو فارس؟ لا والله ما شفت. كثير من الصروي ما تابعوها اليوم. انا اول شيء عشان عندي دوام، التزام بالدوام. ثاني شيء الفريق بدون حافز وكان متوقع الخساره، يعني تحصيل حاصل. الغريب ابو فارس ان النصر في الدور الاول من هذه المجموعه تصدر. صحيح.
في مباراة الذهب. صحيح. لكن سرعان ما انخفض مستواه تراجع، خسر 3 مباريات في الدور الثاني في مباراة الإياب. اي نعم. هذا التحول الخطير. هذا يعني احنا قاعدين نشوف في بعض المباريات الفريق، فريق النصر هذا الموسم قاعد الفريق يقدم مباريات حبة فوق وحبة تحت. تذبذب كبير. تذبذب كبير في الكثير من المباريات، في الدوري قدام الاتحاد قدم مباراة أسطورية. بعدها قدم مباراة يعني تسيء لتاريخ نادي النصر. هذا عند اللاعبين مو عند المدرب، الروح تنخرق من عند اللاعبين. لكن انا اللي قاعد اشوفها ان مباريات فوق ومباريات تحت. صحيح. النصر امام الاتحاد كان مختلف، مباراه اسطوريه كان فيه لمحه من نصر 2014. نعم نعم، يعني كان قدم مباراه اسطوريه عطفا على نتائج اللي شفناها هذا الموسم. لكن في الدوري الماضي وقبله قدم مباريات اروع من كذا. يعني الروح هي اللي فقط تنقص النصر. يعني انا قلت لك يعني اللاعبين عندهم الروح، المدرب عنده الخطه الفنيه، الاداره عندهم التجهيز النفسي، الجماهير عندهم الدعم، وأعضاء الشرف عندهم الدعم المادي. إذا مجد كلهم تناغموا مع بعض لا يمكن أن تجد فريق يلعب كرة قدم حقيقية في المملكة العربية السعودية، لأن الأدوار مختلطة. يعني إحنا قلنا أعضاء الشرف هم يملكون زمام الدعم. نعم. متى ما توقفوا عن الدعم النادي يورد. صحيح صحيح. طيب دكتور، النصر اليوم أنت قلت أن النصر أفضل عناصرية من بقية الفرق السعودية الموجودة في آسيا. نعم، موجود عنده لعيبة، وعنده لعيبة احتياط جيدين بصفة عامة، بعض اللعيبة الأجانب، لكن بصفة عامة عندك البديل. لكنه أول من غادر من آسيا دكتور. غادر لأنه في سوء تخطيط. أنت في الثلاث المباريات الأولى أنت كويس، وبعدين ما عندك أي ارتباطات أخرى، صح؟ طيب كنت المفروض تحافظ على هذه الأمور. بس إحنا خلينا، ما قال أستاذ طارق جيد جدا، خليني بقول لك شيء. وريني الكرة السعودية في الاحتراف. أوكي، الاحتراف جامد. وريني في فريق عنده دوام للعيبة من الساعة 10 صباحا للساعة 8-9 في الليل دوام. ولا نادي سواها الهلال مرة وبعدين بطلوا. اللي قال الأستاذ طارق، اللاعب النادي يراقبه في كل شيء. الآن حتى في أوروبا لما نعطوا اللاعب إجازة ويرجعوا الكحول عليها كشف، إذا زادت عن المعدل المطلوب يجازى ماليا. وده أنت طبعا ما عندك هذه الأمور. ثاني شيء، أنت ليه ما تقدر تعمل مباراة تمارين صباحية أول اللعيبة يحضر؟ ليش ما تسوي شيء؟ لأنك ما تقدر تعطيه الراتب النهائي. يرفضون اللاعبين. لا 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 الإداريين يرفضون. لا وأنا ما حتى الإداريين بعد الإداريين، لأنهم هم بس أنا اللي أعرفه أيضا أن بعض الأندية حاولت تطبق هذا النظام لكن اللاعبين ما تجاوبوا معه. والإداريين ما يحبذون. اللي يجي سهران، واللي يجي ما نام زين، واللي يجي مواصل. واللي شوف كلامك صح، الإداريين لأنهم مو محترفين. إيه ما في احتراف. عشان كده أنت، عشان كده بنقول قضية الاحتراف في السعودية لعيبة يأخذوا فلوس بس. لكن أنت المفروض اللاعب اللي يديره إداري محترف يحضر ويجي ويروح وقال يعني عشان ما يداومون في الصباح. ها، او تداوم باعمال اخرى مرتبط باعمال غير متفرغ. يعني غير متفرغ، غير متفرغ للنادي. نعم، هذا اكبر خطا. بنقول في عديله معاش جيد جدا النادي عشان يقدر. هذه واحده بالنسبه. بس طيب يا دكتور، يعطي معاش 3 شهور 4 شهور، تجي اداره ثانيه تطيره. اغلب عشان كده الفوضى القائمه في الرياضه السعوديه. يا دكتور، اغلب الكره السعوديه كلها قائمه على عدم التفرغ. اجل لا نقول عند الاحتراف. اتحاد القدم على حد علمي اغلب اللي فيه غير متفرغين. ياخذ الرواتب. احنا عندنا احتراف منقوص. كيف تطالب الانديه الان؟ كيف تطالب الانديه ان تتفرغ وتطبق الاحتراف طالما ان رأس الهرم غير متفرغ؟ مو محترف. صدقني اغلب العالم ما فيه محترفين في الاتحاد اللعبه الا البعض. لكن انت المفروض لانه ما في فلوس عند الانديه تستطيع ان تعطي اللاعب معاشه كل شهر، فعشان كده لو عند الفلوس اللاعب ده. وبعدين في نظام يا اخي، خليه 3 اشهر ما يحضر ولا شيء، تقدر تغيره وتقدر ما يلعب عندك وتحول لهاوي. لكن الانديه بتداري على لعيبتها لانه ما عندها الامكانيات لا الاداريه ولا الماليه. انا مع الاستاذ طارق بيقول لك الانديه السعوديه، بقولها علني، لو تبغى تعيش على جيوب اعضاء الشرف رياضه ساقطه في السعوديه. اعضاء الشرف اللي يعطيك الان 50 مليون ما يقدر يجيك السنه الجايه 50 مليون، ولا كلهم يقدروا. عندك انت تيجي فتره في فلوس النادي ينتعش يجيب بطولات، وبعد كده يجلس كم سنه بعيد. عشان كده لازم الاعتماد على الجمهور
بطاقات العضوية الشرف والعامل، يعني اي لا اي واحد جمهور ما عندي مانع، مو تحط لي الشال حق النادي، اعطيني البطاقه اللي لك الحق ان تتكلم على النادي وتناقش النادي ده. اذا عندك البطاقه دي انت على عيني وراسي كجمهور. وهذا كل العالم المدخل الرئيسي احنا هو الجمهور ببطاقاته ثم الجماهير اللي تحضر المباراه. يعني عندنا في قائمه الدخول في الانديه السعوديه البند الاول تبرعات اعضاء في شرف، البند الاول والاكبر اللي هي قائمه عليه الانديه. ايه، وبعد ذلك يجيك النقل التلفزيوني ودخل المباريات وكذا، وهي نسب قليله جدا. اذا ما تغيرت هذه المعادله ان الانديه تعتمد على دخولها الذاتيه، عضويه الجماهير، نقل التلفزيوني، دخل المباريات، الاعلانات والدعايات والرعايات، هذه تمثل في الأندية السعودية على الأقل الكبيرة تمثل 30% فقط من مجموع و70% من تبرعات أعضاء الشرف بما فيهم رئيس النادي. فعندنا وهذا اللي شفناه قاعدين نشوف الأندية الثلاثة الكبيرة ونادي الأهلي كان كاد أن يكون معهم لولا وجود الرجل الأول في الأهلي صاحب سمو الملك الأمير خالد بن عبد الله. الثلاث أندية الأولى الاتحاد والنصر والهلال، شفنا قاعدين احنا قاعدين نتفاصل في كم الديون، 160 مليون لا 170 مليون، 50 مليون لا 80 مليون، ما احنا عارفين وش الوضع. الاتحاد عليه اكثر من 260 مليون، واحد طلع لك حسب الاخبار واحد طلع 177 مليون، تخيل 260 مليون، الهلال يقول لك 50 مليون وطلع 127 مليون، النصر يقول 136 مليون و70 مليون، ما في رقم ثابت، ما في مفاصل، اقول لك مفاصل. وهذا دليل تراكمات السنين الاخطاء السابقه. المشكله ان الامور بدات تتفاقم، حتى لو تدخل مين راح يجيك عضو شرف على تعالك 170 مليون يصلح الديون؟ صحيح. غير احتياجات الموسم القادم. صحيح. انا اعتقد هناك مبالغه في تطبيق الاحتراف في كره القدم. صحيح ان التطبيق حق السقف اللي هو 1.4 مليون الاحسن لاعب. نعم. انا في رايي حتى هذا السقف كبير. افضل نجم في الكره السعوديه لا يجب ان يتعدى راتبه، افضل نجم اتكلم 2 مليون ريال في السنه. في السنه. نعم. طبعا هذا غير اللي اتفاقيات اللي تكون غير معلنه. الاتفاقيات بكيفهم، بس لا تحمل على النادي. نعم. لا صح، لا يعني تحمل النادي ما لا طاقه له، عنده مجموعه من اللاعبين وعنده استحقاقات وعنده، يعني انا حسبت انا في السياره جاي واسوق السياره في الزحمه في الرياض ما عندي غير تفكر، قعدت افكر في اللاعبين. النادي اذا عنده 30 لاعب محترف، خلنا نقول بالمتوسط، بالمتوسط معدل عقد اللاعب 3 مليون بالسنه، يعني هذه 90 مليون ريال رواتب فقط للاعبين، هذه على جنب، هذه على جنب غير مصاريف النادي الاخرى، غير عندك المدرب والطاقم الفني الطاقم. نعم. يعني انا ما شفت احتراف انه يحطوك يعطيك راتب 700 ألف ريال. طيب، ويجيك اخر المباراه يعطيك 10,000 ريال تحمزك تحفزك عشان الفوز، هذا كلام فاضي. على طاري اتحاد القدم ابو فارس والحديث الدكتور مدني، اليوم مجتمعين وحددوا طبعا مجموعه من الاستعدادات الموسم القادم. طبعا تم تحديد بطولة السوبر في 8 أغسطس قبل بداية الموسم الرياضي، قبل بداية الدوري بأربعة أيام. الدوري راح يبدأ إن شاء الله في 12 أغسطس، وأيضا دوري الأولى في نفس التاريخ في 12 أغسطس 2016 في لقاءات الشباب إذا كانت جاهزة. طيب نتابع اللقاءات ثم نعود. يعرف الجميع بأن مرحلة مهمة جدا من مراحل الاتحاد السعودي المنتخب، لأنها أهم مرحلة، وذلك بتطلع الجميع، تطلع جميع الرياضيين في المملكة العربية السعودية بوصول منتخبنا إلى كأس نهائي إلى نهائيات كأس العالم في روسيا. حقيقة طبعا طلع المجلس على رؤية مقدمة من الأستاذ زكي الصالح بعد الاجتماع جدة، وكان موضح فيها كثير من الأمور. تم تشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور صلاح السبقة وعضوية الأستاذ خالد زيد وعضوية الأستاذ عدنان العابد للاجتماع مع اللجنة الفنية
ومناقشة الخطة وخلال الاجتماع مع لجنة المسابقات لمناقشة جميع البنود وما يهم المنتخب، سواء كان بالمعسكرات سواء كان مباريات ودية، كذلك الأيام اللي مفروض أن لجنة المسابقات تراعيها خلال معسكرات المنتخب أو خلال مباريات المنتخب سواء كانت الودية أو الرسمية. الفترة الثانية طبعا إقرار السوبر السعودي في طبعا في 8 أغسطس مشيئة الله، سيكون هو بداية انطلاقة لرجلانة المسابقات المحلية في هذا العام، كذلك بداية الدوري. أين ومتى؟ أين عرفنا مكان بس وين متى؟ لا زال أطلقنا الموضوع، لا زال الآن حسب طبعا هناك توجه سواء كان السوبر خارجي أو محلي، طبعا الرعاية مهمة جدا في هذا الموضوع وستعلم في وقتها إن شاء الله إذا كان محلي أو خارجي من شيء. بداية الدوري إن شاء الله في يوم 12 أغسطس، دوري جميل للمحترفين، وكذلك بداية دوري الدرجة الأولى يوم 12 أغسطس إن شاء الله بمشيئة الله. هذا ما تم مناقشته في هذا اليوم، شاكرين ومقدرين الدرجة الأولى نفس التاريخ؟ نفس التاريخ، شاكرين ومقدرين جميع الزملاء الإعلاميين هذا التواجد وهذا الحضور وهذا الحرص. المشرف العام أستاذ سعد، المشرف العام على المنتخب، الفورد كان فيه هو كان الفورد منكم كأعضاء في الفترة الماضية أنه في تقديم أسماء، نوقش الموضوع؟ نوقش الموضوع ووجه الاجتماع القادم من شيء أكثر. الوضع اليوم معايير طبعا، معايير للمشرف اللي هي والله طبعا من أبرزها الخبرة الرياضية، من أبرزها إجادة اللغة الإنجليزية، طبعا التفرغ مهم في بعض الاشتراطات إن شاء الله، وإن شاء الله مشاة الله من أحضر المنطقة إن شاء الله المشرف يعني يكون على قدر المسؤولية مشاة الله في الفترة القادمة. هل تم تسجيل أسماء؟ طبعا كان هذا اجتماع اتحاد القدم ظهر اليوم الأربعاء، ونتج عن هذا الاجتماع إقامة بطولة السوبر في 8 أغسطس 2016 في مكان لم يتحدد حتى هذه اللحظة، وبداية الموسم الرياضي سواء على مستوى الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الأولى في 12 أغسطس 2016. يعني تقريبا يا دكتور مدني من هنا إلى بداية الدوري أو من نهاية الموسم الحالي حتى بداية الموسم الجديد شهرين و15 يوم، شهرين ونصف كافية لاستعدادات الأندية ولا لا دكتور؟ كافية اللي ما عنده أي ارتباطات، يعني لا دوري 16 ولا أول ما ينتهي الدوري الفرقة لا تعطي لعيبتها إجازة المفروض 45 يوم، ثم بعد كده يبتدي الإعداد الأولي داخل المملكة، ثم إذا كان عنده إعداد خارجي نعم ويبدأ العادة المفروض. لكن الفرقة اللي عندها لسه مباريات أسد، الهلال عنده دوري 16، الأهلي والنصر عندهم كاس خادم الحرمين، هذه يمكن تأخذ يعني زيادة يبغى لهم، يعني هياخذوا راحة وبعد كده. ولا تنسى متى المنتخب السعودي حيتجمع متى بهذه الفترة؟ ما تكلموا عن المنتخب السعودي، أوكي أنت قلت لي 8 لا 12 يبدأ، طب متى المنتخب السعودي يجتمع؟ عشان لا تعطيني المجتمع تيجي تقول لي اللاعب حق النادي ولا 5-6 لعيبة من النادي بيروحوا عندك معاك في المنتخب وأنا بعمل إعداد بدون لعيبة دول. الآن شكلوا فريق عمل للإشراف على المنتخب، لجنة أو لجنة قبل شوي تكلم عنها أبو فارس. دائم لجنة، إحنا في اجتماعات اتحاد القدم لازم أي قرار له شكلت لجنة للإشراف على المنتخب. ليه المنتخب ضايع؟ للتنسيق بين إدارة المنتخب والمدرب والأندية ولجنة المسابقات بخصوص ترتيبات الموسم القادم. هذا أكبر غلط، سويت لجنة معناها لخبطت الدنيا، وبكى حتسمع أنا قلت هو قال يا أخي قلتوا تبغوا مدير للفريق مشرف على فريق المنتخب الأول. البلد دي ما فيها أحد، ما عندنا مشكلة في عدد السكان ولا الرياضيين في البلد، ما في، يا من عندكم تسوي أحد يا تشوفوا المملكة مليانة واختاروا الشخص اللي تستطيع انه يوصلكم للامور وفاهمين شخص. لكن لجنه معناه انه دخلت فيها ترى حساسيات كثيره، وحتسمعوا الكلام ده بقول لكم من الان.
لا تنسى لا تنسى دكتور، ترى الفترة القادمة المرحلة القادمة بالنسبة للمنتخب السعودي راح تتداخل وتتقاطع مع اتحادين، اتحاد الحالي والاتحاد الجديد، فبالتالي راح يحصل هناك ازدواجية ويمكن يحصل هناك ربكة حتى في برنامج المنتخب. طيب وليه ما يستقيل الاتحاد الحالي قبل الآن ثلاثة أشهر انتهت القضية؟ رفضوا رفضوا يا دكتور، قالوا راح نكمل فترتنا حتى النهاية. يعني هذا مصلحة البلد عندهم أنا أعتقد. والله أنا أعتقد أنه لازم يعني الرئاسة تنظر أنها تعطيهم تعويضات رواتبهم الفترة المتبقية وتقولهم يعني سلام عليكم. القضية ما هو حبا في العمل، حبا في المعاشات. معاشات ما ندري يا دكتور. لا 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 هي المعاشات. عند طارق قال أنا إيش دريني؟ أنا أقول أنه لا لا كلهم كلهم يتقاضون رواتب. كان هناك مطالبات بالاستقالة مبكرا لمنح الفرصة للاتحاد الجديد لكنهم رفضوا، قالوا من حقنا أن نكمل فترتنا. ما عندنا مانع اكملوها بس لا تدمروا الكرة السعودية حتى تستمروا. يعني انت الان واحد شيء، لو انت كنت كاتحاد عندك نجاح الشارع نعم. الرياضي يتمسك بك ان تستمر وتخش دورة ثانية نعم واضحة وصريحة تكون. يعني ما حد قال لك احنا ضدك، احنا ما احنا ضدك، احنا ضد النتائج اللي صارت من اتحاد الكرة والمشاكل من خلال لجانك الغير منضبطة كده بقول الإجان الغير منضبطة في بعض قراراتها. هذا كلام الشارع الرياضي كله يسمعون الناس نعم. فيعني ما أعتقد أنه التمسك وارد عشان مصلحة البلد. طيب الآن أصبح التمسك لي، وإذا كان يقدروا يعوضوهم الباقي الأشهر جزاهم الله خير. طيب اليوم عضو شرف الهلال الأستاذ موسى الموسى أقام احتفالية خاصة بفريق المجزل وتهنئته بالصعود إلى الدوري الممتاز. الزملاء تواجدوا هناك، مراسلنا المتميز فهد المجاهد اقتنص بعض الأحاديث المهمة وتحديدا من عضو شرف نادي الهلال الأستاذ موسى الموسى، وأيضا سأله عن مستقبل رئيس نادي الهلال. نتابع هذا الحديث. نادي الهلال يعني قوي برجالاته، وأعتقد أنه الأزمة ليست على نادي الهلال فقط، جميع الأندية الكبار تمر بأزمة الديون. الأمير نواف بن سعد إحنا جددنا أو إحنا جد يعني من أعضاء الشرف، ليس فقط أصحاب السمو الأمراء بل جميع أعضاء شرف نادي الهلال يعني طالبوا الأمير بعدم الاستقالة، وأن العمل الذي عمله لا ينكر في ثلاث بطولات جت في وقت كانت الهلال في وقت عصيب. دور الهلال أو دور الإدارة لا ينتهي بخروج عن بطولة أو بطولتين، لا الإدارة تخطط لخمس أو أربع سنوات ولا تجد يعني نتائجها إلا إذا صبرت على الخطة والرؤية. أعتقد نادي الهلال بقيادة الأمير نواف بن سعد ما عليه خوف بإذن الله تعالى. الموضوع الآن جميع أعضاء الشرف جددوا الثقة، نتمنى منهم كأعضاء شرف أنهم يوقفون مع النادي مع أزمة الحالية ويحلون مشاكل الديون. من يعني حتى الجمهور، يعني الجمهور في حبك وعشقك للنادي لا يكتفي بس بأنك تجي تشجع من المدرجات، لا يجب عليك أنك تبرع لو بالقليل، يعني تبرع بمبلغ لو عدد جمعناه بعدد الجمهور أعتقد أنه راح يكفي لتغطية جميع الديون ويكون فيه فائض. الحقيقة إحنا نجدد ثقة في الأمير نواف بن سعد، ونقول إن شاء الله راح يداركون الأخطاء اللي وقعوا فيها، لأنه أي عمل بشري يمر بأخطاء ولا بد من تقييمه في نهاية العام. متى ما أردت أن تحصل على البطولات كبطولة آسيا أو الدوري السنة الجاية يحتاج لك إلى عمل وجلب لعيبة على مستوى، وأيضا جهاز إداري يكون على مستوى تأملات العشاق وجمهور الهلال. أبو عبد العزيز، بعيدا عن الإجابة الدبلوماسية، إذا أصر نواف بن سعد في نهاية الموسم أن يستقيل، رجل الأعمال موسى الموسى سيعود ترشح من جديد، نعم ولا لا؟ نحن لا نرضى أن يستقيل، وبالنسبة لنادي الهلال أتشرف أنا بخدمة سواء من المدرج أو من عبر النادي من خلال إدارته أو غيره، ولكن
احنا يدنا بيد الامير نواف بن سعد لانه هو رجل المرحله الان، وهو الرجل الذي يليق في ان يقود الهلال ان شاء الله الى الافضل والاحسن. الله يعافيك. شكرا لك. شكرا. الله يسلمك. اللاعب البرازيلي هو رفض التوقيع معنا، احنا كنا موقعين مع سنه وانتهت، وقعنا مع سنتين، لكن ظروفه في العيش في الرياض صعبه، يقول مرتاح نفسيا في مدينه الرياض، حب انه يروح لاخوان فينا الاتفاق، خاطبونا اتصلوا علينا، خلصنا احنا وياهم بالتراضي بيننا وبين اللاعب، بيوقع ان شاء الله اليوم في نادي الاتفاق. وهل لنادي المجزل اكيد امور ماليه في هذه الصفقه في فائده لكم كنادي؟ والله فيه مبالغ، فيه مليون ريال انتقال اللاعب، و عندنا البديل الافضل باذن الله حيكون موجود الايام القادمه. اللاعب رفض انه يوقع الامور ماليه او انه رفض انه بحكم معيشته في الرياض؟ ودنا بالصراحه. لا معيشته الصراحه في الرياض هو اللي خلاه يمشي. يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. شكرا لزميلنا فهد المجاهد على هذه الاحاديث الهامه بالنسبه لموسى موسى عضو شرف الهلال، وحول ما تحدث به حول مستقبل رئيس الهلال مع الهلال الفترة المقبلة، والجميع رفض استقالة الرئيس، وأيضا كانت على هامش احتفاليته بفريق المجزل وصعوده إلى الدوري الممتاز. نتوقف مع فقرة أخبار الملعب. الهلال الأمير نواف بن سعد شكره وتقديره إلى سفير المملكة في عمان ولكافة أعضاء السفارة على حفاوة استقبالهم، كما قدم سموه شكره وتقديره إلى الاتحاد العماني على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما وقدم سموه شكره وتقديره لمجلس الجمهور الهلالي في عمان التي ساندت وآزرت الفريق. نفت إدارة نادي التعاون الأخبار المتداولة عن انتقال والتخلي عن مهاجم الفريق فولو في الوقت الحالي، مؤكدا أن اللاعب مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده. أثبتت الفحوصات التي خضع لها لاعب التعاون طلال عبسي عن حاجته لجلسات علاجية لمدة أسبوع بعد الكدمة التي تعرض لها في الركبة أثناء مباراة الشباب الودية. اعتمد الاتحاد الآسيوي استاد الملك فهد الدولي بالرياض لمباراة الهلال في الدوري 16 من بطولة أبطال آسيا، حيث يقام يوم الثلاثاء 17 من مايو مباراة مع لوكوموتيف الأوزبكي متصدر مجموعة A. صرح مدرب الأهلي جروس بعد الخروج من البطولة الآسيوية أنه راضي عن أداء الفريق في البطولة، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو عدم الخسارة في المباريات المتبقية هذا الموسم. قررت إدارة نادي الشباب إقامة معسكر خارجي للفريق الأول في هولندا في يوليو المقبل استعدادا للموسم الجديد، ووعدت إدارة النادي بتدعيم الفريق بصفقات جديدة والوصول لمنصات التتويج بعد غياب. فقرر أن يدخل لاعب الهلال في مباراة دوري 16 من البطولة الآسيوية بسجل خالي من البطاقة حسب لوائح الاتحاد الآسيوي. آخر التقارير معنا في حلقتنا لهذا اليوم حول الكابتن والنجم الكبير عمر السومة. الكابتن عمر السومة هذا الموسم صال وجال في كل الملاعب السعودية، وكان له الأثر الكبير والكبير جدا فيما تحقق للأهلي من إنجاز هذا الموسم بتحقيق بطولة الدوري ووصوله إلى نهائيين، نهائي كأس ولي العهد ونهائي كأس الملك، عطفا على أنه تصدر الهدافين وقدم مستويات متميزة وصنع الفرق الكبير جدا مع الأهلي هذا الموسم. زميلنا ومعدنا المتميز عبد الله سرحان قدم لنا الكابتن عمر السومة بطريقته الخاصة. نجم الموسمين ونجم المواجهات الحاسمة عمر السومة الذي يصفه محبوه بالعقيد عبارة دمشقية قديمة تدل على القوة والشجاعة. بدأ حياته الكروية مع نادي الفتوة السوري ليخوض بعدها تجربته الاحترافية عام 2011 مع نادي القادسية الكويتي بنجاح واقتدار. عمر السومة نجم سطع في سماء قلعة الكؤوس الأهلي، جدة كده أهلي وبحر. السومة
هداف الأهلي والدوري باثنين وعشرين هدفا، جعلته في صدارة ترتيب الهدافين ليكمل مع الراقي موسما استثنائيا أعاد في نهايته اللقب إلى قلعة الكؤوس بعد غياب طويل. أبهر عمر الجميع بتألقه مع القلعة الخضراء، يبهر العشاق ويثبت مكانته في قلوب المحبين. في أول حضور له الموسم الماضي حصل على لقب هداف البطولة بعشرين هدف، حقق لناديه بطولة ولي العهد وحاول أن يجلب اللقب الذي طال كثيرا، لكنه وعد أن يأتي به الموسم الحالي وقد فعل. عشاق الراقي وصف تسومة بعاشق الأهداف، بل أن الشباك تتسابق على احتضان كراته وتسديداته في كل ملعب. هداف الموسم اختار أهم المواجهات ليحتفظ باللقب الشخصي، رجل المهمات الصعبة، مهاجم ليس لديه صانع ألعاب، يخطط، يمرر، يسجل، ببساطة إنه عمر السومة. لم يهتز عمر في المواجهات الصعبة رغم صعوبة الموسم، بل كان دافعا قويا له لينهي الموسم بالتتويج. هكذا فعلها العقيد عمر، صرخ بأعلى صوته أنا هنا لتحقيق اللقب الذي طال انتظاره لأكثر من 30 عاما. فهنيئا للعقيد بالألقاب، وهنيئا للجماهير الخضراء بعمر السومة. هذا التقرير الذي قدم لنا الكابتن عمر السومة ومشواره ومسيرته مع الأهلي وماذا صنع هذا الموسم مع الفريق الأهلاوي من إعداد زميلنا عبد الله سرحان. دكتور، هل نبارك الأهلاويين بعمر السومة هذا الموسم أم العكس، نبارك لعمر السومة تواجده في الأهلي، أم كلاهما كان مكملا لبعض في تشكيلة فنية مستقرة وقيمة فنية عالية وبالتالي ساهمت في بروز الفريق ككل هذا الموسم؟ اولا عمر موسى يعني سومة حصل جيد جدا ان جاء للنادي الاهلي، والاهلي عطشان لهذا الدوري، وبعدين الاهلي من الموسم الماضي وهذا الموسم جلب لعيبة كثير ساعدوا النادي الاهلي. نعم، سومة مجرد هداف، وهداف يعني بارع لسنتين متتاليه، هو يعني الهداف في الدوري السعودي. أعتقد المنظومة الأهلاوية وبالذات هذه السنة تخطت كل الأخطاء في الموسم الماضي واستطاعت أن يعني تكسب البطولة اللي يبحث عنها الأهلي وهو الدوري. نعم، أعتقد بالنسبة للأهلي لما يكون عندك نجم أو هداف بالهيد أو بالكرة الثابتة، أعتقد يعني هذا من يعني القوة الضاربة في أي نادي آخر. عنده ترى تأثير، الجاسم كان يصنع كرة. نعم، المقهوي يصنع كرة، بصاص يصنع كرة، يعني في عنده لعيبة. واعتمد عمر سومة بيعتمد دائما على الكرة العرضية، وعنده عبد الشافي، عنده منصور الحربي، في بعض اللعيبة كلهم عندهم يعني عناصر أخرى ساعدته على هذا. شوف، لاحظ إحنا مشكلتنا في السعودية ما فيه في الكورة، الكورة لعبة جماعية. طيب، نعم، ما الأسطورة ما يكون في لعبة جماعية، الشخص الأسطورة اللي يعمل عمل لذاته في لحده هو الشخصية في أي شيء عمله هو لوحده، لكن في النادي في نجم يكون نجم أوحد بالنسبة للكرة في الفترة في المرحلة. نعم، الفلانية. نعم، لكن المجموعة ككل هي اللي بتدير. يعني ماجد عبد الله من أفضل هديفة في المملكة العربية السعودية على مستوى المنتخب أو على نادي النصر. طيب، كم نسبة تأثير الكابتن عمر السومة في الفريق الأهلاوي هذا الموسم دكتور باختصار لو سمحت؟ لا، فوق 60% 70% زي أبغى أقول لك. معناته هذا لاعب خرافي، لاعب كبير، صنع الفرق. الصانع فرق يا ابن الناس بك فهمه، قلت لك اللاعب بيصنع الفرق لأنه معاه لعيبة. نعم، عمر السومة يقدر لوحده يلعب؟
لا أكيد لا أكيد لا صحيح. أنا أقول لك نجم 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 كبير نعم. وهداف كبير، لكن اللعبة جماعية ما هي لعبة فردية. لو بيلعب لعبة فردية أوكي هو البطل نعم. ما حد غيره نعم. لكن واضحة. هناك عواطف أخرى عوامل بتساعدك بس واضحة واضحة. أبو فارس على عجالة الكابتن عمر السومة. أول شيء لا يمكن اختزال فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري في عمر السومة. نعم لديهم مجموعة كبيرة من النجوم. صحيح العام الماضي كان قاب قوسين أودنا أن يحقق البطولة مع وجود السومة، لكن نتكلم على السومة في وجهة نظري هذا اللاعب الأجنبي اللي ممكن أنت تتعاقد معه ولا فلا. لاعب متكامل على ثلاثة أصعدة، قوي فنيا قوي بدنيا وقوي نفسيا. ثاني شيء بالنسبة للنادي الأهلي سبق أن غاب السومة للإصابة وقام مهند عسيري بالمهمة. صحيح. وبالتالي حقق الأهلي البطولة بكل جدارة واستحقاق. نعم طيب كم نسبة تأثير الفريق الهلاوي هذا الموسم؟ لا شك أنه هداف، يعني أنت تشوف الأهلي العام الماضي هدف. العام الماضي سجل 22 هدف. نعم. والموسم هذا 22 هدف حتى الآن. نعم. وهي ظاهرة ما مرت على الكرة السعودية. معدل تهديفي عالي. نعم. في عدد المباريات اللي لعبها تقريبا كل مباراة لعب يسجل هدف، هذا معدل عالي. طبعا الهداف مع زملائه الهداف يكون له دور في تسجيل نعم. الأهداف. قلنا غاب السومة حضر مهند عسيري. نعم. وبالتالي لاعب قدر يشيل الفريق. نعم شكرا لك أبو فارس. العفو. نشوفك إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. شكرا لطارق بن طالب إعلامي الرياضي المعروف، هذا كل الشكر للدكتور مدى رحيم الناقد الرياضي الشهير من جدة. شكرا يا دكتور. شكرا لك والأستاذ طارق والمشاهدين الكرام. شكرا لكم مشاهدينا، لكم كل التحايا من فريق العمل. غدا إن شاء الله موعد جديد في 11 مساء في أمان الله.